بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثانية إعدادي. كنا قد رأينا فيما سبق هذه الصفحة الأولى من جريدة مون كوتيديان كما رأينا فيما سبق. إذا كنا رأينا هذه الصفحة في إطار لوبجيكتيف الذي رأينا. لوبجيكتيف يعني الهدف. ريكونيتر لوغانيزاسيون دو لا اون يعني معرفة تنظيم الصفحة الأولى. كنا قد رأينا هذا في الصفحة 10. الآن سننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بهذه الصفحة. J'observe et je découvre. أنا ألاحظ وأكتشف. J'observe attentivement le document précédent et je réponds aux questions. ثم أنا أجيب على الأسئلة. J'observe attentivement le document précédent et je réponds aux questions. أنا ألاحظ بانتباه الوثيقة السابقة. Et je réponds aux questions. ثم أنا أجيب على الأسئلة. إذن premièrement, complète le tableau suivant. أتمم الجدول التالي. On va donner le nom du journal. اسم جريدة. طبعا اللي مكتوب لا إين. اللي موجود على لا إين. على الصفحة الأولى. Mon quotidien. Mon quotidien. إذن اسمه mon quotidien. Après on a sa date de parution. Sa date de parution. خمسة. شنو المقصود بها أولا؟ تاريخ اللي تصدر منها هاد الجريدة. تاريخ ظهورها. تاريخ ظهورها. Son apparition est le jeudi 5 avril 2012. Son apparition est le jeudi 5 avril 2012. Son adresse ou bien son email. Son adresse ou bien son email. Alors quelle est son adresse ou bien quel est son email. إذن ما هو عنوانها أو ما هو؟ بريد إلكتروني. ما هو عنوان بريدها الإلكتروني؟ playbackpress.fr. إذا هذا هو العنوان الإلكتروني الخاص بالجريدة. إذا عندنا العنوان الإلكتروني الخاص بالجريدة هو هذا www.playbackpress.fr. après on a son prix. quel est le prix de ce journal? le prix هو الثمن. quel est le prix? 0.48. على حساب العملة يعني تطلع وتهبط، ولكن غالبا واحد المعدل ديال 10 دراهم تقريبا، قدر تكون 11 درهم، تقدر تكون أقل إلى غير ذلك. إذا عندنا 0.48. إذا هذا هو البري دو سو جورنال. أبخي أون سا بيريوديسيتي. سا بيريوديسيتي. لا بيريوديسيتي كما رأينا لا بيريوديسيتي تأتي من كلمة بيريود. بيريود يعني المدة الزمنية. إذا لا تكلمنا على لا بيريوديسيتي دو سو جورنال، شنو مقصود بها؟ زمانه بحالهاش. نهار يتسدس فيه؟ يعني على شحال تتخرج؟ واش تخرج على نهار؟ واش تخرج كل نهار؟ كل سيمانة؟ كل شهر؟ فهمتي؟ إذا واش هي كوتيديان؟ واش هي هبدوماتير؟ واش هي مونسيال مثلا؟ يوميا. إذا باش عرفناها؟ باش عرفنا يوميا؟ من العنوان. من العنوان. من العنوان تتبان بأنها يومية، ما يمكنش تكون هبدوماتير مثلا أو مونسيال. وتسمي راسها مون كوتيديان. إذا هي كوتيديان. هي كوتيديان. إذا هي كوتيديان. غنكتبو هنا كوتيديان. ثم كيلي أتون أفي لا بلاس دو سيت باج دون لو جورنال. كيلي أتون أفي لا بلاس دو سيت باج دون لو جورنال. شنو مقصود بالسؤال؟ كيلي أتون أفي لا بلاس دو سيت باج دون لو جورنال. ما هو رأيك؟ ما هو رأيك؟ لا بلاس دو سيت باج دون لو جورنال. ما رأيك في مكان الصفحة؟ في الجريدة. في الجريدة، بالنسبة للجريدة. إذا عندنا هذه الصفحة، شنو النظر ديالك؟ فين كاين المكان ديالها؟ في الجريدة. واش في الأول، في الوسط، ولا في الأخر؟ في الأول. في الأول، إذا هي في الأول ديال الجريدة. شنو اللي غيخليك تقول هذا الكلام؟ خاطر الصفحة الأولى تيكون فيها كاع داكشي المهم. الصفحة الأولى تعلى أين تيكون فيها كلشي مهم. يعني تيتجمعوا فيها جميع المعطيات ديال الأخبار المتضمنة في الجريدة. فمنطقيا خاصها تكون هي الاولى ماشي في الوسط او في الاخير. امونافي لا بلاس دو سيت باج اي او ديبي دو جورنال. يعني بان مكان هذه الصفحه هو في اول الجريده. باسكيل كومبرون تو لي انفورماسيون كونسيرنو سو جورنال. لان تتضمن كل المعلومات المتعلقه بهذه الجريده. كلي اتونافي لا بلاس دو سيت باج دون لو جورنال او ديبي او ميليو او الف. جوستيفي ta réponse. Justifie ta réponse.
نقول عن شيء بأنه جوست يعني أنه صحيح وأنه مضبوط، فهمتي؟ يعني كأننا نقول اضبط دليلك، يعني المقصود علل دليلك. إذا عندنا أو ديبي أو ميليو أو بيان أ لا فان، لا بلاس دو سيت باج إي أو ديبي دو جورنال. Justifie ta réponse parce que cette page comprend toutes les informations concernant ce journal. Ensuite, parce que cette page comprend tous les résumés ou bien tous les sommaires concernant ce numéro. Et qu'un jour, la jarida est une fille d'achbar jdida ou est une mrettwa pour une tariqa jdida. Femti? Yani l'adat tikhtalif al l'adat d'yal nhar li qbel menno. Ou, ila kant hebdomadaire, l'adat tikon ikhtalif al العدد اللي كان الأسبوع اللي قبل منه، ولا كانت مونسويال كل عدد تيكون يختلف على العدد اللي كان الشهر اللي قبل منه، فهمتي؟ باسكيل كومبرونسي لي سومير دي زارتيكل كومبري دون سو جورنال، لأن تتضمن أيضا مختصرات لكل مقالات المتضمنة في الجريدة. إذا طبعا هذه إذا صلة أون، إل دوا إتخ أو ديبي دي جورنال. وخاصة تكون في أول الجريدة. ثم عندنا جو كونستخوي لو سونس، يعني أنا أبني المعنى. دو كال إليمون سو كومبوز سات باج، وهذا هو اللي كنا شفنا قبل. دو كال إليمون سو كومبوز سات باج، من أي شنو إليمون، شنو إليمون عنصر، هنا عندنا إليمون بإس، من أي عناصر سو كومبوز تتكون سات باج هذه الصفحة. إذا شنو السؤال؟ السؤال شنو؟ دو كيل إليمون سو كومبوز سات باج؟ شنو المكونات اللي كاينين في هذا الصف؟ من أي عناصر؟ دو كيل إليمون؟ من أي عناصر سو كومبوز تتكون سات باج هذه الصفحة؟ فهمتي؟ هذا هو المعنى المعنى الحقيقي لهذ العبارة. دو كيل إليمون سو كومبوز سات باج؟ من أي عناصر تتركب أو تتكون سات باج هذه الصفحة؟ إذا طبعا هذا هو اللي كنا ركزنا عليه في السابق. إذا دو كيل إليمون سو كومبوز سيت باج، إذا من أي عناصر تتكون هذه الصفحة؟ إذا كيل سون لي زيليمون كي كونستخوز سيت باج؟ إذا ما هم العناصر التي تبني هذه الصفحة؟ ها؟ لي زوغاي. ديما تتمشي لي زوغاي هما الأولى. إليا لي زوغاي. سير لي زوغاي من الفوق لتحت مزيان. إذا قلنا لي زوغاي، أنتخ لي زوغاي كيسك إليا؟ أنت قلت تمشي من الفوق لتحت. Les oreilles, d'abord avant les oreilles. On a un autre élément qui se trouve au-dessus de la... des oreilles. On l'appelle la manchette. La manchette se trouve entre les deux oreilles en cas où on a deux oreilles. Ou bien qui se trouve à côté de l'oreille dans le cas où on a une seule oreille. La manchette est toujours bien les deux oreilles. في الحالة التي كنا عندنا deux oreilles. Ou est toujours في جانب l'oreille في حالة إلا كانت عندنا une seule oreille. إذا كانت عندنا أذن واحدة، ولكن عندنا واحد المكون آخر قبل من هاد لي زاليمون، شناهو؟ تتوجد في أقصى أعلى الصفحة، أش يتسمى؟ لو بوندو. لو بوندو، سابيل لو بوندو. أون لو بوندو، أون هون دو لا باج، أون لو بوندو، أبخي أون لي دو زوغاي، أو بيان لوغاي، أبخي أون لا مانشيت، إي أبخي أون لا تخيبين. لا تخيبين، أون با دو لا تخيبين، أو دوسو دو لا تخيبين، كيسك أون؟ Le ventre, hein? On a aussi rez-de-chaussée. Hein? On a le rez-de-chaussée. Ou bien le pied de la page. Le pied de la page. Et le cheval. Et le cheval. Voilà, ce sont les éléments qui composent cette page. Après, on a les informations de cette page relèvent-elles d'un seul domaine? Les informations de cette page relèvent-elles d'un seul domaine? إذا كما تنشوف هنا لي زانفورماسيون دو سات باج، نتكلم عن معلومات هاد الصفحة، غوليفتيل، غوليفتيل، هل هي تنبع أو تأتي بمعنى آخر؟ دان سول دومين، من مجال واحد، واش هاد المعلومات اللي عندنا هنا تجي من مجال واحد؟ لاحظ معي هنا، إليا 400 أون، إذا إليا 400 أون، منذ 400 سنة، لا بلاس رويال إيتي إينوغوري. أباري الساحة الملكية أن دشنت في باريس سي جوردوي لا بلاس دي فوج. إذن هي اليوم هي ساحة لي فوج، ساحة لي فوج. طبعا لي فوج هي منطقة من فرنسا، إذن سموا عليها هذه الساحة. إذن لا بلاس
Royal. La place royale est inaugurée à Paris. C'est aujourd'hui la place des Vosges. تنتكلم على هذه المنطقة بأنها منذ 400 سنة لا بلاس رويال. تنتكلم على الساحة الملكية أنها دشينة في باريس، اليوم هي ساحة ليفوج. هذا خبر ياك، شو الخبر ديالو كيفاش عامل؟ يعني أنه عنده علاقة مثلا بالتاريخ. ثم عندنا دي زونفون او ترافاي دون دي شون دو كاكاو، عندنا روبورتاج اون كوت ديفوار افريك. إذا عندنا واحد الروبورتاج من ساحل العاج، واحد الدولة إفريقية تسمى كوت ديفوار بما معناه ساحل العاج. اذا عندنا واحد الروبورتاج من الدوله، دي زونفون او ترافاي، عندنا اطفال في العمل، دون دي شون دو كاكاو، في حقول الكاكاو التي تصنع منها الشوكولاته. وكما قلنا بان هذا المجال متهم بانه يستغل الاطفال. اذا كنا هنا نتحدث عن خبر يهم مثلا فرنسا، ثم عندنا هنا خبر اخر يهم دوله افريقيه، ثم مثلا عندنا في الاسفل عندنا سينما انترفيو دالا شابا، عندنا سينما، عندنا خبر سينمائي. ثم عندنا فو كما نقول احمق، اون فواتور ا افيكتوي ان فول دو 8 مينوت. اذا تنتكلم على سياره انها طارت لمده 8 دقائق او زيتازوني، يعني في امريكا الى اخره. اذا نتكلم عن خبر خيال، شيء ما يميل الى الخيال. اذا عندنا فو، اذا عندنا خبر كما قلتي يميل شيء ما الى الخيال. اذا لاحظ معي توجه هذه الاخبار، اسكو لي زانفورماسيون دو سباج اوليف تيل دان سول دومين، هل هي تاتي من نفس المجال؟ هل كلها تاتي مثلا من السينما، كلها تاتي من الرياضه، كلها تاتي مثلا من الثقافه، كلها تاتي من الاقتصاد الى غير ذلك؟ ها لا بيان سو كون. اذا نقول لي زانفورماسيون دو سباج اوليف دو بليزيور دومين، انها تاتي من عده مجالات ياك. لو دومين هو المجال، تنتكلم على مجال الطب، مجال الاقتصاد، نتكلم على ميديسين، نتكلم عن ليستواغ، نتكلم مثلا عن ليكونومي، نتكلم مثلا عن لاكولتور الى اخره. ثم لي زارتيكل انونسي ا لا اون سون تيل كومبلي، لي زارتيكل انونسي ا لا اون، لي زارتيكل انونسي ا لا اون سون تيل كومبلي، اسكو لي زارتيكل كو نو فويون سور لا اون ايسي sont-ils complets? Est-ce qu'on trouve complètement ces articles ici? Non. Bien sûr que non. هل نجد، هل نرى بأن هاد لي زارتيكل، بأن المقالات المكتوبة هنا أنها كاملة، بحيث أننا نجد عنوان الموضوع ثم نجد بقية الموضوع كاملا في هاد البداية، في هاد الصفحة الأولى؟ نعم. Bien sûr que non. إذن on trouve-t-on la suite? Puisque les articles annoncés sur la une ne sont pas complets, alors, où trouve-t-on la suite? Aïna Najid al-Baqiya? Il se trouve au milieu du journal. Il se trouve au milieu du journal. Thumma repère les titres des articles principaux. Je n'ai repère. C'est le verbe repérer. Yani annaka tata'allam, 'allam. Je n'ai pas ta'allam. Les titres des articles principaux. Les titres des articles principaux. 'Allim l'anawin, repère les titres. 'Allim l'anawin des articles principaux. للمقالات الرئيسية، للمقالات الرئيسية. إذا غنعلمو هنا العناوين الخاصة ب المواضيع الرئيسية. ريبورتاج افريك دي زونفون او ترافاي دون دي شون دو كاكاو. دي زونفون او ترافاي دون دي شون دو كاكاو، إذا أطفال في العمل في حقول الكاكاو. اون غوبيغ لي تيتخ دي زارتيكل برانسيبو. إذن parmi les articles principaux on a ce titre des enfants au travail dans des champs de cacao. إذن voilà l'un des titres des articles principaux de cette une. Après on a et détermine les numéros des pages sur lesquelles il figure. Et détermine ثم حدد et détermine les numéros des pages sur lesquelles il figure. ثم حدد أرقام الصفحات التي تظهر عليها sur lesquelles التي عليها الفيجور هي تظهر. نتكلم عن هاد لي زارتيكل برانسيبو. اذا كون لو فويون ايسي اون سينما اكيل باج؟ 4 سور لا باج، باج 4 سور لا باج 4. ابري اون لو تيتر فو كون لو فويون سور كيل باج بيتون تروفي سيت ارتيكل؟ سور لا باج 6. سور لا باج 6.
Eden, on peut trouver bien sûr cet article sur la page 6, au milieu du journal. Regardez bien ici, je réagis. Ana, comme on appelle, obédir. Ana, obédir. C'est le verbe réagir. C'est le verbe réagir. Adafia el badara. Et donc, comme on l'a dit, que penses-tu de la représentation de la une du journal, mon quotidien? L'as-tu apprécié? Je me suis dit le clan. Que penses-tu? Mada tu fakir un tel maqsoud? Mada ta'taqid un ta? Ou ma ra'yuka bimana akhar? De la présentation de la une. Fi taqdim la une. Fi taqdim la une. Fi taqdim hat safha. Al muta'alliqa bhad jarida. Ma ra'yuka fiha? Que penses-tu? De la représentation de la une du journal. Eden ma ra'yuka? Fi tandim hat la une. المتعلقة بهذه الجريدة من كوتيديان لاتو أبريسيي لاتو أبريسيي هل أنت تقدرها بمعنى آخر هل أنت تتقبل هل أنت تقبلتها وأعجبتك بمعنى آخر إذن كو بونستي دو لا بريزونطاسيون دو لا إين دو جورنال من كوتيديان أون بو دير كوم إكزومبل سي أون بيل بريزونطاسيون هو تقديم جميل كما نقول أو أنه تنظيم جميل أو نقول Cette une est bien présentée. بأنها هاد الأولى بأنها قدمت بشكل جيد. يمكن أن تقول ما ترى في هاد الصفحة الأولى. إذن سنستكمل فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.